هادئة تبدو الحياة في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ولا تغيير في واقع حركة المدنيين. الجميع في البلدة يتحدث عن التهديدات التركية بعملية عسكرية لاحتلال بلدتهم. تل رفعت عم بيجينا تهديدات من الارهابي اردوغان اول شيء. وعم بدعي ان هون في ارهابيين. وهون كلها مواطنين سوريين وكلها عرب مثل ما انكم شايفين. ونحن هجرونا من عزاز ومن عفرين وجينا لهون، وعم برجع اردوغان عم بضربنا بالغزايف والارهابيين عم بضربونا بالهاون. يعني اليوم انت لك تركيا، ايش لك في اراضي سوريه؟ اراضي سوريه لسوريا. بعدين هذا شعب بدر ايش دخلوا؟ ليش دخلوا؟ لا يخفي الاهالي قلقهم، وان كان حضور مؤسسات الدوله السوريه في البلده يوفر للسكان من عرب وكرد عامل طمانينه ان سيناريو عفرين لن يتكرر في تل رفعت، مع تاكيد مصادر امنيه ان القرار في مواجهه انقره وادواتها لا رجعه عنه. لن نرضخ، لن نستسلم يا أردوغان، ولو كان وراك الحلف الأطلسي والناتو وأمريكا والعربان. سنحرر كل أرض عربية، وترفعت الآن هي قلب العروبة النابض. مع ارتفاع وتيرة تهديدات أنقرة، يؤكد المصدر المسؤول للميادين جدية التهديدات، وأن الدولة السورية لن تقف مكتوفة الأيدي. ونقول للمطامع التركية من مئات السنين على سوريا فتخسى تركيا ومطامعها ودعمها للإرهابيين. ما دام الجيش ومؤسسات الدولة موجودة فلا خوف على سوريا ولا خوف على تل رفعت. شعبيا يتحرك الأهالي بوقفات احتجاجية تندد بما يدعيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ذرائع لتبرير العملية العسكرية. لا تفرق دمشق بين أطياف السوريين المقيمين في تل رفعت، فالجميع سوريون هنا، يقول مصدر أمني مسؤول، ويؤكد بأن الجيش السوري سيدافع عن المنطقة بصفتها أرضا سورية خاصة، وأن المقيمين فيها لم يشكلوا يوما تهديدا للداخل التركي كما تدعي أنقرة. رضا الباشا من مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، الميادين.